وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنت فاكر نفسك في الحسينة يا شيخ حسن؟ قول في سرك. كل واحد عارف دوره كويس؟ تمام يا باشا. خد يا ابراهيم. مقبوله يا باشا. ايه دي؟ قنبله من ايد من اعدامها. هترميها جوه المبنى اللي في اخر الشارع. المبنى ده كان مبنى تابع للتحقيقات تبع المخابرات الاسرائيليه، وهو دلوقتي تحت الاصلاح، ما فيهوش حد خالص. مش معنى المبنى ده بس اللي هنفجره يا باشا؟ ليه ما نفجرش اكتر عشان ربنا يكافئنا اكتر؟ احنا مش جايين نقتل يا شيخ حسن، احنا جايين ناخد فلوسنا ونمشي. مش عايز غلطه، ده كل حاجة مشيت حسب الخطة اللي أنا راسمها، كلنا بكرة الصبح هنبقى في مصر، وكل واحد هيبقى معاه ملايين من الدولارات. هاني. نعم. يلا مع إبراهيم، عايز كل حاجة تبقى طبيعية. هاني انا في سؤال كاتمه في قلبي من غزه لتل ابيب. ابراهيم ما تتكلمش عربي هنا هتودينا في داهيه. حد قالك ان عينيكي حلوه جدا؟ حد قالك ان انت انسان مش طبيعي؟ الله ليه بس كده؟ وقت الكلام الفارغ ده يا ابراهيم؟ يعني يا حبيبتي لو الواحد ما عبرش عن اللي جواه في اي لحظه ممكن يفرقع يطق. طب يلا. شالوم. شالوم. شالوم.
ايه؟ ايه يا ابراهيم؟ انت متاكد ان انت فتحت القنبله قبل ما ترميها؟ الا متاكد يا باشا، القنبله جوه المبنى وجاهزه للانفجار. امال انت فيها ايش حصل؟ مش عارف انا ايه، بس كل اللي اعرفه ان انا عامل كل حاجه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك يا شيخ حسن، يلا يلا. ايه ده؟ كان في سارح حديد هنا، ايه اللي شاب؟